هل يوجد حدود لن نستطيع تجاوزها؟ أماكن لن نستطيع أبدا الوصول إليها؟ مهما حاولنا جاهدين، لقد اتضح بأنه يوجد. حتى مع تقنية الخيال العلمي، نحن محاصرون في جيب محدود من الكون وأشياء محدودة بداخله. ما مقدار اتساع الكون المتاح بالنسبة لنا؟ وإلى أي مدى يمكن أن نذهب؟ إذا نظرت إلى سماء ليلة صافية، يمكن أن تفترض بأنها ستبقى كما هي إلى الأبد. النجوم تخلق وتموت مرة أخرى في دائرة تبدو بلا نهاية، ولكن الأمر ليس كذلك. خذ درب التبانة بعين الاعتبار، قطره يصل حتى 200 ألف سنة ضوئية، ويحتوي من 100 إلى 400 مليار نجم. ما هو عدد النجوم التي تخلق هنا كل عام في رأيك؟ آلاف؟ ملايين؟ الإجابة هي حوالي 3. 3 نجوم في العام. 95% من جميع النجوم التي توجد في الكون قد ولدت بالأصل سابقا، ونحن نعيش في نهاية عصر تشكلها. نحن في بداية نهاية الكون الذي نعرفه. تشكل النجوم الجديدة سيستمر في التباطؤ بشكل مستمر، لكن هناك المزيد. لقد اتضح بأن الكون يندفع بعيدا عنا. درب التبانة ليست بمفردها، جنبا إلى جنب مع مجرة أندروميدا وأكثر من 50 مجرة قزمة تشكل ما يسمى بالمجموعة المحلية، وهي منطقة من الفضاء يبلغ قطرها حوالي 10 ملايين سنة ضوئية. جيراننا من المجرات الأخرى، مئات من المجموعات المجرية مثل المجموعة المحلية، تصنع ما يسمى بعنقود لانياكيا، والذي يعني السماء الفسيحة في اللغة الهوائية، وهي بحد ذاتها واحدة من عدد لا يحصى من العناقيد المجرية. في المجمل، هناك حوالي تريليوني مجرة تشكل الكون الحالي الذي يمكن ملاحظته. وللأسف، حتى ولو استطعنا السفر بسرعة الضوء، فإن حوالي 49% من المجرات التي يمكن أن نراها هي بالفعل من غير الإمكان الوصول إليها بالنسبة لنا وللأبد. دع هذه الأرقام وراء ظهرك لدقائق. الحقيقة البسيطة بوجود حدود لنا، وإنه يوجد فضاء واسع من الكون سوف لن يستطيع الإنسان لمسه مطلقا، هو حق شيء مفزع ومثير للجدل بآن معا. لماذا جعلت المجرات خارج قدرتنا ومنالنا، ولماذا لا يمكننا الوصول إليها؟ حسنا، كل ما يجب أن تفعله أن تعود قليلا للوراء وتعرف سبب وجود كل هذه المجرات. الانفجار العظيم. نحن نقوم بتبسيط الصورة هنا، ولكن باختصار، بعد حوالي 10^-36 ثانية من حدوث الانفجار، كان الكون الفتي عبارة عن فقاعة صغيرة جدا من الطاقة. على الرغم من أنه لم يكن متجانسا تماما، فقد كانت بعض أجزائه صغيرة جدا وأكثر قليلا من الأجزاء الأخرى، مما كان له عواقب وخيمة في عملية تسمى التضخم الكوني. توسع الكون المرئي بسرعة من حجم يمكن رؤيته إلى تريليونات الكيلومترات في جزء من تريليون من الثانية. كان هذا سريعا جدا، لدرجة أن كل تلك الاختلافات الصغيرة في الكثافة امتدت من مسافات دون ذرية إلى مسافات مجرية. وهذا هو السبب في أن الكون كله يتكون من مناطق أكثر كثافة وأقل كثافة. بعض الجيوب الكونية مليئة بأشياء أكثر قليلا من الفضاء المحيط بها. بعد انتهاء هذا التضخم القصير والقوي بآن معا، بدأت الجاذبية في محاولة إعادة كل شيء كما كان. ظهرت الجاذبية منتصرة داخل الجيوب الأكثر كثافة، وبمرور الوقت نمت إلى مجموعات من المجرات مثل تلك التي نعيش فيها اليوم. المجموعة المحلية هي جيبنا من هذا الكون، ولكن على المقاييس الأكبر خارج الجيوب الأكثر كثافة. لم يتوقف توسع الفضاء أبدا، هذا يعني أن مجموعتنا المحلية محاطة بالكثير من الأشياء، لكن أي من تلك الهياكل والمجرات لا يرتبط بنا بقوة جاذبة. كلما اتسع الكون زادت المسافة بيننا وبين جيوب الجاذبة الأخرى، والأسوأ من ذلك بالنسبة لنا هو أن تمدد الكون يتسارع. لا نعرف سبب حدوث ذلك، لذا توصلنا إلى مفهوم الطاقة المظلمة. يمكنك أن تتخيله على أنه تأثير غير مرئي يعمل على تسريع تمدد الكون. سنشرح هذه المفاهيم بمزيد من التفاصيل في فيديوهات أخرى. في الوقت الحالي، كل ما تحتاج إلى معرفته هو أن الكون يتوسع بشكل أسرع وأسرع. هذا التوسع يعني أن هناك أفقاً كونياً حولنا، كل ما وراءه يسافر أسرع من سرعة الضوء بالنسبة لنا. لذا فإن كل شيء يتجاوز الأفق يصبح بعيد المنال بشكل لا رجعة فيه وإلى الأبد، ولن نتمكن أبداً من التفاعل معه مرة أخرى. بمعنى أنه يشبه إلى حد ما ما يقوم به الثقب الأسود، ولكن في كل مكان حولنا. 94% من المجرات التي نراها اليوم قد تجاوزت الأفق الفضائي بالفعل وضاعت بالنسبة لنا وإلى الأبد.
انتظر، إذا لم نتمكن من التفاعل معهم فكيف لا يزال بإمكاننا رؤيتهم؟ حسناً، الطريقة التي يمكننا بها رؤية شيء ما هي عبر الضوء. وعلى الرغم من أن سرعة الضوء هي أسرع وسيلة للتنقل عبر الكون، إلا أنها تحتاج إلى وقت للانتقال من مكان إلى آخر. يصل إلينا ضوء كل ثانية من تريليونات المجرات التي عبرت الأفق، لأنها عندما انبعت ضوءها كانت أقرب إلينا من سواها. نحن ننظر إلى ماضيهم القديم ونرى مواقعهم القديمة، لذا فإن الكون المرئي أكبر بكثير من الكون الذي يمكننا التفاعل معه بالفعل. بمعنى آخر، يقدم الكون عرضاً رائعاً لنا ويظهر لنا أشياء بعيدة المنال إلى الأبد. ليس لدينا أي فكرة عن شكل تلك المجرات اليوم، ولن نعرف أبداً، ولكننا سنتمكن من مراقبتهم لفترة طويلة بينما يضرب ضوءهم مناظيرنا. ومن المثير للاهتمام أن هذا يعني بأن الكون المرئي حالياً لا يزال يبدو بأنه ينمو مع وصول المزيد والمزيد من الضوء المنطلق من المجرات البعيدة منذ مليارات السنين، والذي ينعكس على أعتاب بيوتنا. ما يزال في جعبتنا القليل، كل جيوب الكون خارج المجموعة المحلية ستجتاز يوماً ما أفقنا الكوني. بمجرد أن يفعلوا ذلك، لن يتمكن نورهم من الوصول إلينا بعد الآن، ومن منظورنا سوف يتلاشى في الظلام. كل ثانية من حياتك تمر 60,000 نجمة في الأفق. منذ أن بدأت في مشاهدة هذا الفيديو، أصبح حوالي 22 مليون نجم بعيداً عن متناول أيدينا إلى الأبد. حسناً، ولكن إذا كان 49% من الكون المرئي وراء الأفق الكوني وذهب إلى الأبد، فإن هذا لا يزال يترك لنا 6% في متناول أيدينا، وهو ما يزال أطناناً من الأشياء. جميع الجيوب المجرية التي يقل بعدها عن 18 مليار سنة ضوئية لا يزالون يتحركون بعيداً، ولكنهم بطيئون بدرجة كافية بحيث يمكننا الوصول إليهم جسدياً. على الرغم من تقلص الفرص مع كل ثانية تمر، كل شيء يبعد عنا أكثر من 5 ملايين سنة ضوئية يبتعد عنا، لكن مجموعات المجرات الأقرب تتراجع بشكل أبطأ. التحدي شديد، رغم أنه حتى بالنسبة للحضارات من النوع الأول، حتى عند سرعة الضوء، فإن الرحلة إلى مجموعة مافاي، وهي أقرب جيب من المجرات خارج المجموعة المحلية، ستستغرق 11 مليون سنة. إذا قام نوع من الحضارة فائقة التقدم والدوافع الخارقة بمواجهة هذا التحدي، فإن مجال تأثيره المحتمل يمكن أن يمتد إلى مئات أو آلاف المجرات. وبسبب مرور الوقت ونمو الكون، ستنفصل هذه المجرات إلى الأبد. من الآمن أن نفترض بأن البشر لن يقوموا بهذه الرحلة، على الأقل ليس باستخدام التقنيات التي تلوح اليوم في الأفق حتى عن بعد. بالنسبة لنا، فإن المجموعة المحلية هي على الأرجح أكبر هيكل سنكون جزءا منه على الإطلاق. مجرد السفر بين النجوم سيكون إنجازيا ذو أبعاد أسطورية. سنكون بالفعل ناجحين بشكل لا يصدق إذا استعمرنا الفناء الخلفي للكون، والتي تمثل 0.00000001 من الكون المرئي. بينما تدفع الطاقة المظلمة بقية الكون بعيداً عنا، ستصبح المجموعة المحلية أكثر ارتباطاً. كل مجراتها الكبيرة والصغيرة ستندمج معاً لتشكل مجرة إهليجية عملاقة تحمل الاسم غير الأصلي، ميلك دروميدا. في بضع مليارات من السنين، قد تؤدي هذه العملية إلى تحطيم سحب الغاز الضخمة معاً وتكوين النجوم لبعض الوقت. وسيكون هذا الضوء الجديد موضع ترحيب كبير، لأنه في مرحلة ما ستكون المجرات خارج ملك دراميدا بعيدة جداً. لن تصلنا أي معلومات خارج المجموعة المحلية مرة أخرى. الكون سوف ينحسر عن الأنظار. إن الكائن المولود في المستقبل البعيد في ملك دروميدا سيعتقد أن الكون لا يتكون من شيء سوى مجرته الخاصة. عندما ينظرون بعيدا في الفضاء الفارغ، لن يروا سوى المزيد من الفراغ والظلام. لن يروا إشعاع الخلفية الكونية، ولن يكونوا قادرين على التعرف عن الانفجار العظيم. قد لا يكون لديهم طريقة لمعرفة ما نعرفه اليوم، طبيعة الكون المتوسع، متى بدأ وكيف سينتهي. قد يعتقدون أن الكون ثابت وأبدي. سوف تكون ملك دروميدا جزيرة في الظلام، وتصبح أغمق وأكثر قتامة ببطء. ومع ذلك، فإن المجموعة المحلية مع تريليونات نجومها هي بالتأكيد ملعب كبير بما يكفي للترفيه عن البشرية. بعد كل شيء، ما زلنا لم نتوصل إلى كيفية مغادرة نظامنا الشمسي، ولدينا عشرات المليارات من السنين على الأقل لاستكشاف مجرتنا. ولدينا حظ لا يصدق لوجودنا في اللحظة المثالية في الوقت المناسب لنرى ليس فقط مستقبلنا، ولكن أيضا ماضينا البعيد، فقط من خلال النظر إلى سماء الليل.
منعزل مثل المجموعة المحلية، هو كوكبنا الذي نعيش عليه. إنه حقا ما يزال مكانا رائعا.